اوعى تقول لي ان الكوتشي ب 2000 و3000. اهم حاجه تلبس، من كتر ما الخناقه بتقلع جزمه وترميها. قالوا انه لما انت بتقلع الحذاء ده بينشط الساده الفلاحين والفلاحات لما بينزلوا الارض الزراعيه. بقى لابس ايه؟ تعالى نتكلم انه مفيش حاجه اسمها جزمه غاليه عشان اعمل تمرينات. واحده واحده، انا مستعد البس ارخص حذاء في العالم مريح. اوعى تقول لي ان الكوتشي ب 2000 و3000، يعني في انواع ارخص من كده. احنا بنتكلم دايما مش مع الطبقه العاليه بس. طب انا هقول له البس جزمه تمرين ب 2500 3000، طب هم ما عندوش القدره دي خلاص، ممكن البس اي حذاء واطي الكعب. يعني في احذيه بسيطه جدا، وفي عندنا اسواق للاحذيه الرخيصه ب 75 جنيه الله يبارك لك شغال يا وحش. في كوتشي ب 3 4000 5000، وفي كوتشي ب 300 جنيه و 500 جنيه، يعني عايز اقول لك بعشر القيمه، عشان بس اول حاجه ما تقولش الدكتور جوده بيكلم الاغنياء. لا لا لا، لكن اهم حاجه تلبس حذاء مريح اثناء التدريب، صح ولا غلط؟ يعني ما تلبسش حاجه بكعب عالي ولا حاجه تضايقك. وبعدين دايما زمان كان يقول لك راحه الجسم تبدا من القدمين. هل انت هتلبس حاجه ضيقه على رجلك ولا حاجه خانقاك وهتبقى مبسوط؟ لا لا، يعني انت لما تبقى رجلك متضايقه والحذاء الجديد انت جايبه ضيق ولا جايب العالي وبيعور في الكعب، يا ما عانينا من الاحذيه الضيقه. الحذاء الضيق بينكد على صاحبه، طب ليه ما جيبش حذاء اوسع درجه ودرجتين؟ الحذاء الخاطئ بيأذي الجسم كله، يأذي الركبتين، يأذي فقرات الظهر، يأذي الجسم كله. كفايه عليك اللي هو الامبليزنت سنس، اللي انت بتبقى قاعد مخنوق متضايق. ايه اللي خانقك؟ يعني في بعض المسؤولين يبقى جايب جزمه جديده حلوه كده بس خانقاه، قاعد عاوز يضرب اللي في الاجتماع بالبنيات، قرفان. طب انت ليه بتلبس جزمه ضيقه؟ يعني كان زمان يمكن بعض السيدات بيلبسوا جزمه بكعبه عشان تبدو اجمل في الاحتفالات والبتاع، من كتر ما الخناقه بتقلع جزمه وترميها. حضرتك شفتها بعيني بتقلع جزمه وترميها. المشي حافي، يعني ده سلوك جميل جدا ان انا بلبس الحذاء بعض الوقت واقلع الحذاء من بعض الوقت. ليه بقى؟ لانه اتعملت دراسات قالوا انه لما انت بتقلع الحذاء وتمشي حافي القدمين ده بينشط الخلايا العصبيه الموجوده في اطراف رجليك، يشعرك بالسعاده. كلام كويس؟ زي المشي على الجراس، الجراس اللي هو الايه؟ العشب. احنا في جنينه في حديقه، في ناس في الجناين والحدائق والعياد وكده ما بتلبسش بقى الجزمه والكوتش، يعني امشي في حافيه القدمين. الساده الفلاحين والفلاحات لما بينزلوا الارض الزراعيه بقى لابس ايه؟ مفيش غير القبقاب. حافي، ده البلغه دي الاحتفالات. حضرتك البلغه دي احتفال، انا شفت جدي كان شايل بلغه كبيره كده في جيبه في السديري، فطبعا جاي بيزورنا فطلع البلغه من جيبه، انا بحسبها محفظه كبيره. فايه ده يا جدي؟ ده بلغه للمناسبات للعزاء، يعني رايح حاجه كبيره. قال طب وانت في الارض؟ لا ارض انا حافي، خدت بالك؟ وبعدين طبعا يعني طلعت اغنيه حتى يا حافيه القدمين، ولا كانت ايه حافيه القدمين دي؟ كانت شحاته.